أنا من جديد ومرحبا وسهلا في كل من انضم لمتابعتنا. مشاهدينا، من أعظم نخلة في الدنيا أطلق معرض وجوه الدنيا جيرت عوائده إلى فقراء الدنيا، حيث أعلن فندق أتلانتس النخلة وجهة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط عن استضافة المعرض الفني الذي يحمل عنوان وجوه من العالم للرسام العالمي ستيفن بينيت. ويعود ريع المعرض إلى المنظمات الخيرية المحلية والدولية ليرسم الفن في لوحة من دبي من الإبداع العالمي بألوان الإيثار وحب الخير، بغية إضفاء بسمة صفاء على شفاء الفقراء. التفاصيل في هذا التقرير. وجوه من العالم هو العنوان البارز للمعرض الفني المقام في أتلانتس النخلة، الوجهة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط للرسام العالمي الشهير ستيفن بينيت. وستستفيد المنظمات الخيرية المحلية والدولية من عائدات المعرض. السبب الرئيسي لزيارتي لدبي دفئها وطبيعتها واستكشاف المنطقة والالتقاء بالثقافات المتعددة، ولقد قمت بزيارة لعمان واليمن والسعودية. لوحات فريدة من نوعها تعرض لتحاكي عدد من الشخصيات والمشاهير، ولوحات تعبيرية من الوجوه النابضة للحياة محتفية بتنوع السلالات العرقية في نسيج رسم تعبيري. 8 من هذه اللوحات تعرض للمرة الأولى، وسيتم التبرع بنسبة 15% من العائدات المحصلة من مبيعات اللوحات إلى بيت الخير الخيرية وبرنامجها لرعاية الأيتام، كما سيتم التبرع ب 5% من العائدات لجمعيتين خيريتين دوليتين. المكرمة التي أتت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاها الله، بحيث أن يوجه كل من يريد أن يهنيه في عيد جلوسه هذه السنة إلى الأعمال الخيرية، وركز فيها على الأيتام. وطبعا هذا الأب الكبير الذي كل احترام وتقدير، كل كلمة وكل توجيه يوضع أكيد لدلالة وله معنى كبير جدا، وهو يحث الآخرين على التفاعل في العمل الخيري والعمل الإنساني. سيعقد ستيفن بينيت عدة ورشات عمل أسبوعية خلال فترة إقامته، حيث سيتم توضيح تفاصيل وتقنيات رسم البروتري وعن أهميته في رسم إشعاع الجمال النابض من خلال رسم الأشخاص والتركيز على تنوع الحياة البشرية في العالم.